محمود سامي البارودي، الأدب والسياسة في الثورة العرابية. الثورة العرابية المجيدة هي ثورة عظيمة من أعظم الثورات في التاريخ الإنساني. مبادئ عظيمة لهذه الثورة، أحد رموزها الفكرية والحركية الشاعر ووزير الحربية محمود سامي البارودي. محمود سامي البارودي من مواليد إيتي البارود، محافظة البحيرة، وهو من أعلام محافظة البحيرة. اتولد في إيتي البارود، والده كان قائد مدفعية أو أمير المدفعية في عهد محمد علي باشا. وهو محمود سامي البارود اتخرج من المدرسة الحربية اللي هي الكلية الحربية وقتها سنة 1854، يعني ضفت 54 في القرن ال19. في التطور التاريخي، اللحظة الخطيرة جدا اللي منها حصلت تحولات كتيرة قبل وأثناء الثورة العرابية هي نكسة يونيو 79. احنا في نكسة يونيو في القرن 19 اللي هي إبعاد وإقالة ونفي الخديوي العظيم إسماعيل باشا. احنا لازم نعرف إن الخديوي إسماعيل باشا خديوي عظيم وحاكم عظيم، وكان عنده رؤية عظيمة لبلادنا. وقطعا هو مش شخص بلا أخطاء، في أخطاء بلا شك، إنما هو من كبار القادة في تاريخنا الخديوي إسماعيل. علشان كده إنجلترا وبريطانيا أطاحوا بالخديوي إسماعيل وجابوا ابنه الخديوي العميل الخديوي توفيق. لما جه الخديوي توفيق بعد نكسة يونيو 79 وإبعاد الزعيم الكبير الوطني الخديوي إسماعيل، جه العرابيين أو أحمد عرابي بدأ يجهز لمن سموا لاحقا بالعرابيين اللي هو التيار الوطني في الجيش. والجيش بدأ يشوف إن الخديوي ده هيرضخ لإنجلترا ولفرنسا، وإنه كده الأجانب هيحكموا مصر من وراء الستار ثم يحكموها مباشرة، وإن لابد من وقف هذا التدهور. فالحركة الوطنية قادها الجيش بزعامة أحمد عرابي باشا وبزعامة محمود سامي البارودي وبزعامة آخرين مثل البكباشي محمد عبيد ونجوم الثورة العرابية. أولى المعارك كانت إقالة عثمان رفقي وزير الحربية، لأن هو من أصول غير مصرية، وأحمد عرابي ورفاقه كانوا عايزين وزير الحربية يكون مصري من أصول مصرية، وبالتالي قالوا لابد من إقالة عثمان رفقي. فهو بعت ليهم، راحوا هناك حاكمهم وقبض عليهم. راح البكباشي محمد عبيد اقتحم المكان وأخرجهم، وهو قفز من الشباك واختفى في أحد المخازن، وكده انتصر العرابيين لأن الخديوي أقال عثمان رفقي وأصبح محمود سامي البارودي ابن إيتي البارود وزيرا للحربية. ده انتصار عظيم للعرابيين. الانتصار الثاني إن لما قعد محمود سامي البارودي 6 شهور أقال الخديوي بعد كده، لأن الخديوي مش طايقه، شخصية وطنية عظيمة ضد الإنجليز والفرنسيين وكل الأجانب، حليف للزعيم الوطني أحمد عرابي باشا، فدوب 6 شهور وأقاله. فده الوقت اللي راح فيه الزعيم أحمد عرابي، وقف في عابدين وقال الكلمة التاريخية لقد خلقنا الله أحرارا. وبعد كده حصل الانتصار الثاني للعرابيين، إن اتشكلت حكومة شريف باشا، وإن رجع تاني محمود سامي البارودي بقى وزير للحربية أو ناظر الجهادية هو التعبير وقتها. يبقى إذن أول انتصار إنه بقى وزير حربية، تاني انتصار رجعوه تاني وزير حربية. وحكومة شريف باشا كانت كويسة مع العرابيين، لكن بعد كده اصطدمت بالعرابيين وتمت أيضا إقالتها الانتصار الثالث للعرابيين. وبعدين حكومة وطنية عظيمة، رئيس الوزراء هو محمود سامي البارودي، وزير الحربية هو أحمد عرابي باشا. فهذه الحكومة اللي رأسها محمود سامي البارودي وأحمد عرابي، وهذه الحكومة الوطنية اللي هي ضد أي احتلال أو نفوذ، هي استفزت الإنجليز والفرنسويين وقالوا نلحق إن احنا ندخل مصر بسرعة قدر الإمكان، لأن كده الحركة الوطنية تتمكن بقوة داخل البلاد. إنما كانت بريطانيا تخطط من قبل ذلك من أيام الخديوي إسماعيل لغزو مصر، ولم تكن الثورة العربية سبب، بالعكس الثورة العربية عملت لينا شكل وطني عظيم.
وشكل عسكري عظيم، لأن احنا قاومنا مقاومة مشرفة للمحاولات ثم للغزو البريطاني. بعد كده كان في محاولة اغتيال أحمد عرابي ورفاقه، فعملوا محاكمة ليهم وقرروا تجريدهم من الرتب العسكرية ونفيهم إلى خارج مصر. إنما لما حصل ده الخديوي رفض بإيعاز من بريطانيا وفرنسا، وبدأت بقى عملية ملاحقة العرابيين نفسهم وإسقاط الثورة العرابية نفسها وإسقاط مصر نفسها تحت الاحتلال الأجنبي. محمود سامي البارودي هو مفكر، هو فيلسوف، هو شاعر، هو أديب، هو وزير الحربية، هو رب السيف والقلم كما اعتاد النقاد أن يصفوه. نفي إلى سريلانكا 17 سنة، عانى كتير جدا هناك. إنما هذا الرجل العظيم ابن إيتاي البارود نتذكر ليه دور الوطني الأسطوري أيام الثورة العربية، نتذكر ليه أيضا إن هو جدد الشعر العربي، الشعر قبل محمود سامي البارودي شيء وبعد محمود سامي البارودي شيء تاني، لأن هو اللي مهد التربة الشعرية لمجيء أمير الشعراء أحمد شوقي ثم شاعر النيل حافظ إبراهيم ثم كل الشعراء الكبار. لما رحل الله يرحمه سنة 1904 الشاعر الكبير علي الجارم هو اللي جمع ديوان آخر الأعمال الكاملة لمحمود سامي البارودي وكتب المقدمة المفكر الدكتور محمد حسين هيكل. محمود سامي البارودي ليس فقط شاعرا عظيما وإنما رجل حركة وطنية عظيم، وله قصائد شهيرة جدا من أشهرها ما كتبه أثناء المنفى في سريلانكا اللي قعد فيها 17 سنة. تلك القصيدة اللي هي موجودة في مراحل التعليم المختلفة، اللي منها لكل دمع جرى من مقلة سبب، وكيف يملك دمع العين مكتئب، لولا مكابدة الأشواق ما دمعت عين ولا بات قلب في الحشا يجب. فيا أخ العدل لا تعجل بلائمة علي، فالحب سلطان له الغلب. لو كان للمرء عقل يستضيء به في ظلمة الشك لم تعلق به النوب، ولو تبين ما في الغيب من حدث لكان يعلم ما يأتي ويجتنب. محمود سامي البارودي، الثورة والدولة، الأدب والسياسة، الأدب والسياسة أثناء الثورة العرابية المجيدة. أترى الحمام ينوح من طرب معي، وندى الغمامة يستهل لمدمعي، ما للنسيم بليلة أذياله، أتراه مر على جداول أدمعي، بل ما لهذا البرق ملتهب الحشا، أسمت إليه شرارة من أضلعي، لم أدري هل شعر الزمان بلوعتي فرثى لها، أم هاجت الدنيا معي، فالغيث يهمي رقة لصبابتي، والطير تبكي رحمة لتوجعي، خطرات شوق ألهبت بجوانحي نارا يدب أزيزها في مسمعي، وجوا كأطراف الأسنة لم يدع للصبر بين مقيله من مفزعي. يا أهل ذا النادي أليس بكم فتى يرثي لويلات المشوق المولع، أبكي فيرحمني الجماد ولا أرى خلا يرق إلى شكاتي أو يعي، فإذا دعوت بصاحب لم يلتفت، وإذا لجأت إلى أخ لم ينفعي. ومن العجائب أنني أشكو الهوى والذنب لي في كل ما أنا مدعي، قد طالما يا قلب قلت لك احترس، رأيت كيف يخيب من لم يسمع، أوقعت نفسك في حبائل خدعة لا تستقال، فخذ لنفسك أودعي.
يا ظبية المقياس هذا مدمعي فردي، وهذا روض قلبي فارتعي، إن كان لا يرضيك إلا شقوتي فلقد بلغت مناك منها فاقنعي. أنا منك بين صبابة لا تنقضي أيامها وغواية لم تقلعي، فثقي بما تمليه ألسنة الهوى وهي الدموع فحقها لم يدفعي. لا تحسبي قولي خديعة ماكر، إن الوفي بعهده لم يخدعي، إني لأقنع من هواك بنظرة وأعدها صلة إذا لم تمنعي. هذه مناي وحبذا لو نلتها عن طيب نفس فهي أكبر مقنعي.